شو في احلى من هيك صباح انه عم نمشي بين سيارات سوبر كارز. حبيت اجمع سوبر كار كلوب كله مع بعضهم على حلبة ونعمل اوبن تراك داي. جبتهم على حلبة كارتينج، في منهم متنقزين يمكن انه انا كيف بدي اسوق سيارة سوبر كار معمولة للحلبات، سوقها على حلبة كارتينج. انا اليوم هون لحتى ساعدهم واقدر اعمل كوتشنج للي بحب اعمل له كوتشنج، سوق له سيارته كمان، كيف بنقدر نتمتع بهيك سيارات حتى لو على حلبات صغيرة مثل حلبة الكارتينج اللي شايفينها نحن هون. بالسيارة فور ويل درايف ما بينعمل دريفتينج، بدنا قد ما فينا نكون كلين بالسواقة لحتى ما نعمل اوفر هيت للدوليب. مجرد ما انا صرت على الايباكس انا بقدر سيطر على السيارة هي وطالعة من المناطق برجع. شو هالاحساس عن جد هون؟ طبعا هي دونت. إذا بتلاحظ أنا وقتها بتعمل السيارة دريفت دائماً بده يكون في عندي تناغم بين دعسة البنزين والمطلق اللي هو ستيرينج، ما فيني ضل ادعس بنزين على الآخر بلا ما أكسر بالعكس. أوكي. وهلا السيارة رح تبرم مع نفسها وتعمل سبين ساعتها. نايس؟ جود. لايننج هيدا كوع شمال، أوكي؟ دائماً لاين لكوع شمال بدي آخذ أول نقطة على اليمين اللي هو ليك هذا الفيبرور شفتيه الأبيض والأحمر، هون أنا آي بريك. هيدا الايبكس جوا اسمه هذا فيبرور هون وبطلع برجع ماكسيموم لبرا. اوكي بس وين بشد؟ وين بدعس؟ بس لف وين الايبكس قلت لك بنص الكوع؟ مجرد ما تشوف انت الاكزيت بوينت جو فلات بغري. اوكي خففت سرعتي بس حطها بقلب الكوع تعرفي؟ بلشنا هلا مثل ما الهوت لاب لهالسوبر كارز كلوب. ما تنسوا نحن ما فينا نقارنها على الالتيميت لاب ريكورد نحن عاملينه هون للتراك لانه هلا حاطين شيكين، هذا الشيكين اكيد عم بخسروا مينيموم بحدود الثانيتين. ثانية فاصلة ثلاثة لشخص أول مرة بحياته عم بسوق على حلبة. كمان في معنا جنتلمان درايفر هلا على ال 488 جي تي بي وجاي من لاس فيغاس، خلينا نشوف هلا وقته شو هو. 48 ثانية فاصلة 49 عم بسوق كمان لأول مرة، منه وقت بطل. أبطأ سيارة معنا إياها تقريباً نحن اليوم عم نحكي 51 ثانية فاصلة 94. يعني من صوت الغيار تبع الجير بوكس بتعرفوا إنه صاحب هالسيارة عم بسوقها كتير متمكن منها لأنه عنده خبرة كتير، كان بيلوت راليات من زمان وعنده فيراري صار له فترة يمكن 5 سنين بسوقها. أنا برأيي رح يكون من أسرع الأوقات اللي عنا إياها. معركة كتير قريبة عم بتكون 46 ثانية فاصلة 20، يعني هو لحد هلأ يمكن أسرع وقت نحن عنا إياه. الغلطة الصغيرة اللي عملها على آخر كوع أكيد كان حقق أحسن وقت 46 ثانية فاصلة 85 مع هالغلطة اللي هي أندر سير طلع على المسار. ليه؟ لأنه بكر دعسة البنزين. صاحب هالسيارة الـ 458 كتير متحمس مش شوي، بس برافو عليه أنه متمكن من السيارة من طريقة الغيار تبع الجير كيف بفرمل قبل كل كوع، عم يعرف أنه أهم شيء بالسبق أنك تفوت بطيء وتطلع سريع. في عالم كثير بتفهمها بالقلب، بفوتوا سريعين بيطلعوا بطيئين بيخسروا كثير وقت. ٤٤ ثانية فاصلة ٩٩ اللي هو أسرع وقت معنا لليوم أكيد.